السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنكمل مراجعة مع بعض الفصل الثاني اللي بدأنا فيه المرة اللي فاتت. كنا المرة اللي فاتت بدأنا في اتكلمنا عن أهمية الأجزاء بتاعة الماجنتيك فورس عندنا والماجنتيك فيلد، وقلنا إن إحنا آخر جزئية هنتكلم عليها هي الديفايسز، بأول جزء في الشابتر اللي خدناه المرة اللي فاتت اللي هو الماجنتيك إفكت أوف ذا إلكتريك كارنت، وخدنا في الجزء بتاع الإيه الواير الستريت واير، واتكلمنا برضك عن السيركلر لوب والسولينويد، واتكلمنا يعني إيه ماجنتيزم، وقلنا كمان عندنا الجزئية بتاعت الفاي ام. قلنا الفاي ام هي ايكوال البي اي وبتتمجر اليونتي بتاعتها بالويبر، وقلنا لو في انجل ما بين الماجنتيك فيلد والسيرفيس بتبقى بنشتغل بالساين ثيتا، لان انا ببقى محتاج طول الوقت الدايركشن بتاع اللاينز يبقى بيربنديكولر. قلنا من خلال كده بنقدر نعد نقول ان انا عندي حاجه اسمها الماجنتيك فلوكس دينستي اللي هي البي، نقدر نجيبها من النمبر اوف ماجنتيك فلوكس لاين that pass perpendicular to a unit area surrounding that point. قلنا البي هنا من الرول ده تقدر تجيبها اللي هي فاي ام على الاي ساين اي سي، تمام. ورحنا قلنا شكل الايه لما ليه احنا بناخد الساين سيتا. قلنا في حاله ان الكويل بارلل لي للماجنتيك فيلد، فالحاله دي السيتا بتبقى زيرو، وبالتالي هنا الفاي ام بتبقى زيرو. وفي حاله ان الكويل بيبقى او السيرفيس او البادي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المفترض اللاينز دي بتخترقه، بنلاقي ان لو هو بيربنديكولار يبقى السيتا هنا عندي ب 90 وكل اللاينز مخترقه، يبقى اذا انا عندي هنا ماكسيمم ماكسيمم فاليو. وقلنا كمان ان انا لو عندي انجل سيتا، ودايما الانجل سيتا قلنا هي ما بين مين ومين، ما بين البادي وما بين الماجنتيك فيلد زي الصوره الاولانيه الجزء ده، تمام. قلنا هنا السيتا هنا ما بين الماجنتيك فيلد وما بين البادي، واحنا دايما عاوزين ان هو وضع الماكسيمم اللي هو وضع الساين، يبقى لازم نشتغل ساين سيتا. ولو اداني السيتا في الاتجاه الثاني مع بعيد عن البربنديكولار يبقى بشتغل الكوزاين سيتا، لان انا عاوزها دايما برضك بربنديكولار. رحنا بعد كده قلنا اكزامبل عندنا هنا لما بيحاول هنا يغير لي في الشيب بتاع البادي بس ما بيغيرش الشيب بتاع الايه الاريا، بلاحظ ان الاريا هنا هي اياها، وبالتالي انا ده اللي بشتغل عليه. يبقى الفاي هنا هي عباره عن الماجنتيك فيلد النمبر اوف لاينز اللي بيخترق الايه الاريا ديت، فالاريا اللي هنا ديت الجزء ده كده هو الجزء ده، فاذا انا عندي هنا ايه الماجنتيك فيلد او الفاي ام هنا بتساوي الايه الفاي 2. لان الاريا هي الايه الاريا. بعد كده كنا خدنا الشيب بتاع الماجنتيك فيلد او الماجنتيك لوكس اراوند الايه الواير لما يبقى ستريت واير، ولما كان سيركلر كويل، ولما كان سولونويد. وقلنا لما يبقى ستريت واير بنبقى هنا عندي سيركل بتبقى نير تو ذا واير بتبقى بتعمل crowded وتبقى less crowded a away from the a the wire، وعشان كده هنا ال distance بتبقى inversely مع الماجنتيك a flux density، وقلنا الرول بتاعها هي mu i على ال 2 by d، تمام. وكنا قلنا النوماتيك هنا عندنا هنا او اختصار صغير كنا بنقول i am 2 bit اللي هي mu i على 2 by d. والcircular coil كنا قلنا الماجنتيك فلوكس عندنا هنا بتبقى اوفال سيركلز اراوند الايه الواير في التو سايدز هنا، وبتبقى ستريت في الايه في السنتر، وده اللي بنشتغل عليه اللي هو عند الاكس بتاع او السنتر بتاع مين السيركلر كويل. وكنا بنقوله البي بتساوي ميو ان اي على التو ار، وكنا بنختصرها ايه مونيتور، تمام. بعد كده قلنا السولونويد،
قلنا ان عندنا السولونويد الماجنتيك فلوكس عندنا هنا بتبقى شيب لايك مين الايه اللونج ماجنت، بتبقى ستريت ايه ستريت لاينز انسايد، واوتسايد بتبقى ايه ايمرج من النورث ورايحه لمين للساوث، لكن انسايد بتبقى من الساوث للايه للنورث. يبقى هنا لما يسالني هو الماجنتيك لاينز دي الدايركشن بتاعها ايه، هقول له سؤالك ناقص ان انت تقول لي من اللي فين، انسايد الايه الكويل ولا اراوند الكويل. انسايد يبقى من الساوث للنورث، ايه ايه اوتسايد يبقى من النورث رايح لمين للايه للساوث. وكنا بنقوله هنا عندنا الايه ان هو لايك ذا شيب اوف بار ماجنت، شبه بالظبط البار ايه ماجنت. وكنا بنقوله ايه مي ميو ان اي على الايه ال ال او بنختصرها كده نيموتيك الشباب كانوا على طول بنحفظوها اي منيل. تمام، لو رحنا ليه بعد كده قلنا هنا ايه الفاكتورز اللي افكتنج مين على الماجنتيك فلوكس، سواء الدنسيتي هنا بتزيد او تقل مين هي اللي بيغيرها. ولقينا ان انا عندي في الستريت واير كان الاي والدي والميو، وكان عندي في السيركلر كويل كان الاي الكرنت اللي ايه اللي باسنج ثرو الواير، والماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي اراوند او الايه البرميابيلتي اراوند مين الايه الكويل، وكمان الايه النمبر اوف كويل النمبر اوف تيرنز قصدي. طالما خلي بالكم هنا النمبر اوف تيرنز لازم كلهم يبقى ايه ملمومين على بعض او مضمومين لبعض، ما يبقوش ما بينهم ديستنس، لان لو بقى ديستنس يبقى عامل زي السولونايد بالظبط. تمام، والار هنا اللي هو مين الريديوس بتاع الايه السيركلر ايه كويل. تمام، لما رحنا ايه الفاكتورز اللي افكتنج السولونايد، كنا قلنا ان الـ اول حاجه الكرنت باسنج ثرو الواير، والايه البرميابيلتي اللي هي ممكن تزيد لو استخدمت ماتيريال برميابيلتي بتاعتها عاليه زي الايرون، والنمبر اوف تيرنس اللي كل لما تزيد بتزود الايه البي، وال ال اللي هي الايه اللينس بتاع الواير كله اللي هو من اول ايه البوينت دي لحد البوينت الايه الناحيه الثانيه. تمام كده، طيب وقلنا الرولز بتاعتنا بتاعت ازاي بنحدد الدايركشن بتاع السيركل ايه او الماجنتيك فلوكس في اللي هو الستريت واير او السيركلر كويل او السولونويد. قلنا عندنا في ستريت واير ممكن نستخدم الامبير رايت هاند رول، وبرضك في السيركلر كويل بنستخدم الامبير رايت هاند رول، وبرضك في السولونويد بنستخدم الامبير رايت هاند رول، بس طبعا الاسلوب بتاع الاستخدام هو اللي بيختلف، بس النتيجه هي واحده. هنا في الايه في الستريت واير كنا بنحاول نعمل الجراسب الايه للواير باي الرايت هاند، بحيث ان هنا الايه الفينجرز تبقى اراوند الايه الكويل، والثامب ريفير تو ذا كارنت، يبقى الريست اوف فينجرز ريفير تو ذا مين ذا دايركشن اوف ماجنتيك فلوكس. وبالتالي قدرنا نحدد هنا الايه الدايركشن او روتيشن، وطبعا انا شايف هنا ان الروتيشن انتي كلوك ايه وايز. طبعا في السيركلر كويل كنا بن ايه بنبدا نغير الشكل الايه الاستخدام عندنا، كنا بنقوله ان انا عفوا لو عندي الكويل هنا خليت الريست اوف فينجرز مالها ريفير او الفينجرز ريفير تو ذا كارنت، الثامب عندنا هنا ايه بتبقى ريفير تو ذا مين تو ذا نورث بول، يبقى هنا النورث فوق والايه والساوث في ايه تحت. تمام كده، طيب في السولونويد طبعا قال لك ايه، قال لك والله انا عندي سولونويد انا عاوز احدد فين النورث وفين الايه الساوث، فلو انا جيت هنا عملت جراسبنج ذا زي الصوره اللي قدامك هنا جراسب للايه للواير او للسولونويد باي الايه رايت هاند، بحيث ان الايه ان الفينجرز روتيت اراوند مين الكويل ان ذا دايركشن اوف كارنت، لازم الدايركشن بتاع الفينجرز ده يبقى مع الكارنت، فهنلاقي ان الثامب هنا ريفير تو ذا مين تو ذا ماجنتيك فلوكس. تمام، وبالتالي هنا ده كده هيبقى ده النورث وده الايه الساوث، بيبقى الدايركشن بتاع مين الفيلد من النورث للايه للساوث. بعد كده لو انا عاوز استخدم الرايت هاند سكرو رولز، وقلنا ان انا بستخدمها في ان انا اعمل الدايركشن اوف ماجنتيك فلوكس ات السنتر عشان احدد البول هنا فين الايه فين النورث وفين الايه الساوث. وكنا قلنا ان انا لو عندي اللي هو الرايت هاند سكرو اللي قدامك ده المسمار ده، لما بتعمل روتيشن
للسكرو هنا مع الكرنت هنا، زي ما انا مثلا هنا مع مين كلوك وايز اهو، هلاقي ان الايه ان الدايركشن بتاع الايه السكرو رايح فين، انسايد، يبقى ده الفلوكس، يبقى الفلوكس رايح هنا. طالما رايح هنا يبقى ده بيشاور على مين، ده النورث، وبالتالي اللي فوق ده مين، يبقى ده الساوث. طيب العكس، لو انا عاوز ها الكرنت بيروتيت انت ايه كلوك وايز هنا، يبقى اذا هنا بقدر اعمل ايه، ما ايه ها، يبقى اللي فوق النورث واللي تحت الايه الساوث. نفس بالظبط لو انا عملت هنا الشكل اللي انا بقوله، لو انا حطيت الايه الكويل هنا السكرو هنا، هنلاقي ان هو بيلف كده يطلع لايه لفوق، يبقى هنا الايه النورث فوق والساوث ايه تحت. الكلوك وايز دايركشن، وقلنا هنا عندنا لو عندنا دي بتنفع طبعا هنا في السيركلر ايه لوب او السيركلر ايه كويل. لما بنوصل عندنا هنا لو بصينا هنا على الكويل من الدايركشن من الرايت دايركشن هنا، هلاقي ان الكرنت ماشي ها كلوك وايز، وده ريفير لمين؟ للساوث بول. يبقى اذا هنا الجزء ده هنا ايه ساوث، والناحيه الثانيه ايه نورث، تمام. يبقى قدرت انا من خلال الكلوك وايز دايركشن احدد البول بتاع الايه الفيس بتاع السيركلر ايه لوب. كنا سالنا مجموعه من الاسئله، من اول هاو تو وات هابن وين ذا ماجنتيك فلوكس دينستي ات اكسس اوف سولينويد اف ات ستريتشز تو دبل اتس لينث. قلنا هنا البي ايكوال ايه ميو ان اي اوفر ال، لو ال هنا دبل يبقى يحصل ايه للايه للفلوكس، هنلاقي ان هو بقى بي هاف. وقلنا كمان ان لو الايه البي هنا on the solenoid if a quarter of a solenoid length is removed، لو شلنا ربع السولينويد يبقى اذا اتفضل 3 كوارتر، وبالتالي كمان الكرنت هيتغير بردك ل 3 كوارتر لان هو ريفير لمين؟ للريزستور، تمام. وطبعا خدنا مجموعه من الايه الاسئله هنا، طبعا ده اللي هو ازاي الفيلد الماجنتيك فيلد لما يبقى عندي تو وايرز. قلنا التو وايرز هنا لو شكل الماجنتيك فيلد، عاوز احسب الايه التوتال ماجنتيك فيلد عند اي بوينت، كنا بنقوله ان انا على حسب الدايركشن. لو ده مثلا ابورد كان بيبقى هنا الايه الماجنتيك فيلد هنا بيبقى ايه انسايد البيبر، انسايد الايه البيبر، وبنعمله بعلامه الاكس. والناحيه الثانيه الشمال الليفت سايد هنا بيبقى ايه اوت سايد الايه البيبر، يبقى بالتالي بنعمله علامه الدوت. ونفس الكلام هنا هنلاقي ده عكس الايه الناحيه الثانيه، هنلاقي ده هنا الجزء اللي في النص هنا ايه الاثنين ايه بلس، وبالتالي هنا ده ماينس وده ماينس. يعني لو عاوز اجيب الماجنتيك في ايه الماجنتيك فيلد او الدينستي عند اي بوينت اوت سايد، بنعمل ماينس سواء هنا او ايه او هنا، تمام. طيب لو هنا بقى انسايد يبقى بلس الايه، يبقى هروح اجيب من عند البوينت اللي انت بتحددها مثلا سي ان البوينت دي، هروح اقول مثلا الديستنس دي ادي دي هنا، اقول له دي هنا، والديستنس مثلا دي دي 2، يبقى انا هجيب الماجنتيك ايه فلوكس الناتج عن دينستي عند هنا عند النقطه ديت، يبقى هنا اقول له البي ايه البي 1 ايكوال I am to A 2 by D. طيب الاي هنا اللي هي مين؟ الكرنت اللي هنا اللي هو الاي 1، تمام؟ والميو هنا بتاعت مين؟ اللي هو الاير. طيب هنا الديستنس اللي هي الدي 1. طيب البي 2 بقى بتساوي ايه؟ قال لي البي 2 عند نفس البوينت بتساوي برضك اي هنا اي 1 طبعا، هنا اي 2 في الميو نفس الكلام لان انا الاثنين حواليني ايه حواليهم اير، يبقى 2 باي ايه دي 2 الديستانس من اول البوينت لحد الايه ده. طيب انا كده جبت الايه البي 1 والبي 2 عند البوينت دي. طيب حضرتك عاوز تجيب البي توتال، البي توتال ايه؟ ابدا احسب اه ده هنا ايه بلس، يبقى اذا ها بيساوي بي 1 بلس الايه البي 2. طيب لو عاوز اي بوينت بره هنا، قلت له خلاص بردك نفس الكلام، هتحسب من اول هنا وسميها مثلا دي دي 3، والبوينت من هنا لهنا دي اي 4، وهتبقى هنا هنغير دي بقت هتبقى دي ايه البي 1 هنا تساوي ايه اي 1 ميو على ايه 2 باي ها دي ايه 3، والبي 2 بتساوي اي 2
ميو على 2A باي دي 4 تمام. وطبعا بردك نفس الكلام البي توتال هنشوف ان هي المنطقه ديت منطقه ماينس، يبقى الايه الكبير اللي هو مين اللي جنبه اللي هو البي 2 ماينس البي اي 1 تمام كده. طيب نفس الكلام في الايه في الفيلد اللي قدامي او الايه او الـ 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 الصوره اللي جنبه. وطبعا اتكلمنا عن الناتشرال بوينت يقول لي الناتشرال بوينت لما بيقول لي عند اي نقطه بيحصل عندها ناتشرال بوينت، لازم انا اقول افهم من كده ان الماجنتيك فلوكس دينستي عند البوينت دي بتساوي كام؟ زيرو. يعني ايه الماجنتيك فلوكس دينستي عند البوينت دي بتساوي زيرو؟ يعني حضرتك النقطه دي بلاحظ ان لو حطيت كومباس عندها ان بيحصل ايه؟ ان بلاقي ان الايه؟ ان الكومباس doesn't deflect، doesn't ايه؟ ديفليكت، لان الماجنتيك فلوكس هنا ايه؟ بزيرو. طيب لو قدر يقول لي عندي بوينت هنا ايه بتوين ده الناتشرال بوينت ايه؟ امتى بتبقى بتوين؟ طبعا بتبقى لما يبقى الاثنين ان ذا سيم دايركشن، ولما يبقى اوبوزيت دايركشن بتبقى الناتشرال بوينت بتبقى ايه؟ اوتسايد. طيب بتبقى نير طبعا للايه؟ للصغير، للكرنت اللي هو او الماجنتيك فلوكس دينستي اللي هو الايه؟ القليل. وبنحسبها بنحدد البوينت ديت هنا اللي هي على بعد دي من نقطه معينه مثلا من الاي 2، وعلى بعد اكس ماينس دي من الايه؟ من البوينت الثاني تمام؟ قلنا اي 1 على اكس ماينس دي ايكوال اي 2 اوفر ايه؟ اوفر الدي. طيب فين بقيه الرول؟ قلت له ما هو الرول اصل كان بيقول لي ايه؟ ان البي بتساوي ايه؟ اي ميو على ايه؟ 2 باي دي. طيب دي بتاعت مين؟ دي بتاعت البي 2 مثلا، والبي 1 زيها، فكنت هقول له ايه؟ اي 1 ميو على 2 باي دي بتساوي اي 2 ميو على مين؟ 2 باي ايه؟ دي 2 تمام؟ طيب الدي 1 اللي هو مين؟ الاكس ماينس دي تمام؟ وهنا اللي هو الديستنس. طيب ما هو ده كده هي ايه كانسل ده، والميو هنا هو هو، فهتحول الى ايه؟ اي 1 على الاكس ماينس دي، والاي 2 على مين؟ على الدي اللي هي ده. طيب امتى ناتشرال بوينت؟ نو ناتشرال بوينت ايه فاوند ديو تو ذا بارلل ستريت وايرز كارين كارنت. لو عندي تو بارلل ايه ستريت وايرز والاثنين فيهم كارنت، امتى ما يبقاش في ناتشرال بوينت؟ قلنا طبعا هما لما يبقوا سيم كارنت واوبوزيت ايه دايركشن، لان هما في الاوبوزيت دايركشن بيبقى المفترض اوتسايد ونير تو الايه الكبير. طب لو الاثنين قد بعض يبقى ما فيش ناتشرال ايه بوينت. فهنا What are the condition of obtaining a large magnetic field from a wire carrying current؟ طبعا هنا امتى بنحصل على الماجنتيك فيلد يبقى كبير جدا في واير؟ اقول له استخدم الرول على طول اللي هو ميو اي على 2 باي دي. امتى الايه الماجنتيك فيلد يبقى كبير؟ لما الميو تبقى كبيره والكرنت يبقى كبير والديستنس يبقى صغير، لان هو انفرسلي. Obtain large magnetic field في كويل، هنستخدم بردك الرول، لما ها الميو تبقى لارجر وان ايه الانكريز الايه النمبر اوف تيرنز والكرنت انكريز والريديوس بردك ايه ديكريز. اوبتين لارج ماجنتيك في السولونويد، هستخدم الرول ها لما يحصل الميو ايه انكريز ها والنمبر انكريز والكرنت انكريز واللينث اوف واير السولونويد ايه ها ديكريز. طيب امتى نو ناتشرال بوينت ديو تو تو بارل ستريت واير كارين كرنت؟ لسه قايلينها، لما يبقوا ايه in opposite direction with the same color. طيب natural point found in mid distance امتى تبقى موجوده في النص بالظبط؟ طبعا هنا لما يبقوا الاثنين ايه in the same direction with same color، لان in the same direction يبقى natural point فين؟ في الميدل، و same current يبقى اذا هنا اللي إيه هتبقى في النص بالظبط. لو بدانا نحل بعض البروبلمز على الجزء اللي فات، قلنا التو كارنت عندنا اي 1 والاولاني اي وهنا 2 اي. بيقول لي هنا as shown at moving the wire y away from الواي هنحركه بعيد away to the ايه the wire the total magnetic flux density at the point c. السي بقى هيحصل لها ايه؟ قال لي على طول هعمل ايه هنا؟ هبدا اشوف هو ايه اللي قبله ايه وايه اللي بعده. طبعا هنا الاثنين in the same ايه دايركشن، يبقى اذا هنا ايه منطقه السي عند منطقه ايه بلس، يبقى هنا بنزود. طيب الواي هنا بيحصل لها ايه؟ ها
بنزود. طيب مين اللي زاد؟ مين اللي اتغير؟ البي واي ايه؟ قلت. يبقى اذا البي توتال ايه؟ هتقل. تاني لو قال لي تو بارلل وايرز الاثنين في نفس الدايركشن، ده الكرنت ده صغير وده الكبير، لو واحد فيهم اتحرك بعيد، اتحرك بعيد يعني ايه؟ ان البي واي هتقل بالنسبه للسي لان الديستانس زادت، والديستانس ايه؟ انفرسلي مع مين؟ مع الفلوكس دينستي. طيب يبقى لما البي واي تقل يبقى البي توتال ايه؟ هتقل لان هي بلس. قال لي show by drawing the difference between magnetic field of straight wire and circular coil and solenoid. طبعا سؤال زي ده سؤال جميل، في بعض الناس بتحس ان هو هيبقى سؤال صعب، ولكن هو سهل لان انت هترسم كروكي بسيط خالص كده تحدد فيه الايه؟ الايه؟ الاشكال بتاعتك. ادي الوايرز وادي ايه؟ السولونويد. طيب عاوز ترسم مين؟ الماجنتيك فيلد. هترسم السيركلر ايه؟ كويل في الواير، وهنا اللوبس او الايه؟ الاوفال سيركلز اراوند تو سايد، وستريت فين؟ في الميدل. وهنا طبعا الناحيه الثانيه بنبدا نرسم الايه؟ الكويل، ونرسم السولونويد، ونرسم فيه الايه؟ الوايرز اللي هي بتبقى ستريت انسايد وبتبقى كونكتد من اوتسايد اوفال. تمام، ونحدد طبعا عليه فين النورث وفين الايه؟ الساوس هنا. وفي الواير بردك اللي هو الستريت واير بنحدد الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد. يبقى انا كده جاوبت اجابه ايه؟ كم. سالني سؤال تاني، مساله قال لي a wire of 0.05 مليمتر سكويرد is bent into the shape of single circle، يعني كان عندي واير حولته الى ايه؟ الى سيركل. السيركل الريديوس بتاعها كام؟ 20 over by سنتيمتر. if that is connected to the the battery of EMF 6 volt as shown in the diagram ايه اللي هيحصل؟ قال لي كالكوليت الماجنتيك فلوكس دينستي ات ذا سنتر، عاوز فين؟ في السنتر. هعمل ايه؟ طبعا البي توتال هنا في السنتر هتبقى البي 1 ماينس البي 2، لان انا عندي هنا الكرنت فوق ايه؟ في نفس الدايركشن بتاع اللي تحت، وبالتالي المنطقه اللي في النص هتبقى ايه؟ ها ماينس، لان الكرنت طالع منين؟ من البوزيتيف. الكرنت طالع جاي كده، فبالتالي هيطلع ايه؟ هنا وهنا. فلما هنا نفس الكرنت يبقى هنا المنطقه دي ماينتيت ايه؟ ماينس. طيب البي 1، البي 1 الناتج عن مين؟ الاولاني ها ميو ان اي اوفر ال 2 ار، طيب ماينس ميو ان اي على ال 2 ار. طيب الاي اللي هو مين؟ الكرنت اللي ماشي فوق، تمام. والاي 2 ما هو نفس الكرنت اللي ماشي تحت لان الاثنين نفس الواير. يعني قصدك ان انا هعتبرهم ريزيستنس، فتبقى الايه؟ الريزيستنس اللي فوق نفس اللينس اللي تحت، وبالتالي نفس الريزيستنس فوق ونفس الريزيستنس تحت، وبالتالي نفس الكرنت فوق ونفس الكرنت ايه؟ تحت. يبقى هنا اللي فوق عنده لينس قد اللي تحت، واللي فوق يبقى عنده نفس الريزيستنس، وبالتالي يبقى عنده نفس الايه؟ الكرنت. وبالتالي يبقى الايه؟ التو ايه؟ الكومبوننت اللي عندنا اللي دولت ايكوال، وبالتالي هنا الاجابه ايه؟ زيرو. هنا بيقول لي ايه؟ دي مساله جميله شويه، بتبقى يا اما بتجي لي تشوز او بتجي لي اكسبلين زي المساله اللي قدام. سولونويد A has a lens L و number of turns N. سولونويد B has a lens 2L و number of turns N. And سولونويد C has a lens L over 2 و number of turns 2N. If each solenoid carries the same current, rank the magnitude of the magnetic A field in the centers of solenoid from largest to smallest. يبقى عاوز يرتب هنا ايه؟ descending. تمام كده؟ Explain your answer. فطبعا هنا هبدا ايه؟ اجاوب الاول. هنا انا عندي مين؟ اللينس بتاع الاولاني L، واللينس بتاع الثاني مين؟ ها؟ 2 over L، وهنا L ايه؟ over ايه؟ 2. قصدي هنا L وهنا ايه؟ 2L. تمام؟ وهنا L over 2. طيب الثاني ها النمبر turns هنا N، وهنا N، والثالث الاخير ايه؟ 2N. ده هنا ايه؟ 2L. طيب لما اجي بقى اشتغل هلاقي مين؟ انا عاوز الايه؟ البي بتبقى دايركتلي مع ال N، وانفرسي مع المين؟ مع ال L. يبقى اللي هنا الماجنتيك فلوكس مع ال N وال L، باعتبار ان كل الكرنت هو واي. تمام؟ او والميو ال ان زادت والال ايه؟ بتزيد، او فلو دي زادت ودي قلت، في الحاله دي ايه؟ ده اكبر ماجنتيك فلوكس. وده بيحصل امتى؟
بيحصل في الحالة سي ازاي؟ انا عندي هنا اصغر لينس اللي هو ده اللي اوفر 2 نص ال وايه واكبر ان اللي هو مين؟ ال 2 ان. يبقى هنا اذا الايه السي هو الكبير. طيب امتى يبقى البي صغيره خالص اصغر واحده من امتى؟ لما الان تبقى صغيره جدا والال تبقى كبيره جدا. ده هنا الان هو الان هو ده الكبير خلاص ده طلعناه من الحساب. ها هنا الان هي الان اللينس بقى هنا اللينس هنا ال وهنا 2 ال. يبقى اللينس هنا الكبير. يبقى اللينس الكبير هو الصغير يبقى البي هو اصغر واحد يبقى الايه الايه في النص يبقى السي الماجنتيك ايه دينستي عند السي جريتر ذان عند الايه جريتر ذان عند مين عند البي. لو رحنا لبروبلم ثانيه current must a pass in wire to make a natural make C natural point is more than 2 امبير ولا less than 2 امبير ولا equal to 2 امبير. انا عندي هنا ده الشكل بتاع الايه الفيجر. عند البوينت سي هلعبها ازاي؟ طبعا هنا بحسب الديستنس دي والريديوس ار. هجاوب ازاي؟ هقول له لازما عشان تبقى الناتشورال بوينت عند السي هو عاوز يقول لي السي تبقى ناتشورال بوينت. يبقى اذا هنا الماجنتيك فلوكس عند السي الناتج من مين؟ من الواير هو الماجنتيك فورس الناتج من مين؟ او الماجنتيك ايه دنسي الناتجه من مين؟ من اس ايه الكويل. يبقى هنا ميو اي اوفر 2 باي اي دي وهنا الميو ان اي على 2 ار. هنا الكرنت بتاع الكويل وهنا الكرنت بتاع مين؟ الواير. تمام؟ هنا الميو هتكنسل الميو 2 ايه هتكنسل ده. تمام؟ طيب الاي واير از مور ذان 2 امبير. الاي هنا لازم تبقى ايه اكبر. ليه الاي في الواير ان انا عندي واير كان عنده ايه ماجنتيك ايه فلكس. طيب في اللحظه الثانيه بدات هنا ايه يغيروا الى كويل وعنده فور تيرنس يبقى هنا اتغير الايه الكرنت مثلا هيزيد لايه لاربعه. تمام؟ طيب وكمان الايه الريديوس هيقل للربع يبقى اذا التوتال هنا كام 16 بي. A circular coil is rewound to decrease its turn to half and connect it to the same ايه current so the new flux density at the center. A circular coil is rewound decreased to decrease its turns. عاوز اقلل الايه الترنس بتاعها لمين للهاف. النمبر اوف ترنس قلت لمين للهاف. And connect it to the same current. يبقى الكرنت ايه هو طلباتك. يبقى الايه ذا نيو فلوكس دينستي ايه علاقتها بالاولانيه؟ هقول له الكرنت الاولاني هيزيد لمين للنص. ليه؟ لان انا هنا ايه قللت مين decrease the turns. تمام؟ وبالتالي هنا قللت مين الكرنت والradius ايه قلل النص لان انت ايه ها لفيته اكتر. تمام؟ وبالتالي هنا في الاخر هتبقى ايه ها تبقى ايه 4 ايه 1 over 4 يبقى ايه decrease to ايه quarter. طيب هنجري ونروح لجزئيه ثانيه خالص البروبلمز. عندنا طبعا البروبلمز دي يا جماعه محلوله وهنلاقي عندنا في الشات عندنا لينك للايه للبريزنت للباوربوينت اللي احنا شغالين ايه منه النهارده. ان احنا عاوزين نروح الجزئيه الثانيه خالص اللي هي الماجنتيك فورس اند اي توك اللي هو الجزء الثاني من الايه من اللسن. تمام كده؟ طيب اول حاجه هنا عاوز اتكلم عن الماجنتيك ايه فورس والتورك. طبعا هنا انا عندي هنا اول حاجه دي اشكال الايه الماجنت. ده الايه البار ماجنت وده الايه اللي هو الهورس شو وده الايه النيدل ماجنتيك نيدل او الكومبس. طبعا هنا الشيب ده هنا بنلاقي الماجنتيك ايه فيلد بيبقى بالشكل ده وبنلاحظ ان هم ستريت وايرز وبنبقى بيبقى ريجولر. اما هنا في البار هنا في البار ماجنت بيبقى طبعا هنا خارج من النورث في الاوتسايد خارج من النورث ورايح للايه للساوث وانسايد بيبقى من الساوث للنورث
وطبعا هنا هنلاحظ ان عند اللحظه دي غير اللحظه دي، الدنستي هنا غير الدنستي هنا، تمام. هنا بنلاحظ في اليو شيب بنلاقي ان الماجنتيك فيلد بيبقى في اليو شيب بيبقى الماجنتيك فيلد بيبقى ايه؟ ريجولر، وفي البار ماجنت بتبقى irregular. طيب how do magnetic field and current affect a wire؟ What will happen when the current flows through a wire held perpendicular to a magnetic field؟ Click switch to find out. يعني ايه؟ والله يا حضرتك لو عملت connecting ايه للواير بالشكل ده ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله الماجنتيك ايه كارنت او الكارنت هيمشي كده. طيب وبعدين؟ قال لي هيمشي كده وهيطلع كده، تمام كده. طيب هنا هنلاقي لو انا كده بالامبير رايت هاند رول هلاحظ ان هنا على يمين الايه الكويل ده هنا او الواير هنا هنلاقي ان هو ايه انسايد وهنا اوتسايد، يبقى داخل للايه؟ هنا داخل للصفحه وهنا خارج من الايه؟ من الصفحه بالامبير رايت هاند ايه؟ رو، تمام. طب ما هنا النورث هنا ده بدا هنا يحصل هنا انكريز للماجنتيك ايه؟ فلوكس هنا وديكريز في اللي هنا، يبقى هنلاحظ ان في فورس بتأفكت عليك في الايه؟ في الدايركشن ده، تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا بدات هنا الايه؟ الواير ده يتحرك. طيب انا عاوز اشوف هل الفورس فعلا كده ولا لا، هنتعلم بردك ايه هنا رول تاني ازاي بنحسب الايه ده، وفي اكسبيرمنت هنعملها دلوقتي وهنحدد من خلالها الرول ونستنتج من خلالها الرول. اول حاجه هنجيب بسين كونتيننج ميركري، يعني هنا جوه هنا في ايه ميركري، وهنجيب واير نعمل له كونكتنج بي باتري، طبعا ادي البوزيتيف وادي الايه النيجاتيف، ونعلق فيه ايه واير ستريت واير. طبعا اول ما هنا يحصل هنا ده كده ايه الكرنت هيمشي كده، تمام. يبقى اذا الفيلد هيبقى بالشكل ده ايه انتي كلوك ايه واير، تمام كده. في مشكله لحد دلوقتي؟ طبعا لا. طيب هو انا ليه يا مستر حطيته في الميركري؟ قلت له عشان يبقى ده فريلي يتحرك كده او يمين او شمال براحته، تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ هجيب يو شيبد ماجنت، هجيب هنا ايه يو شيبد ايه ماجنت. طيب اليو شيبد ماجنت ده هيعمل لي ايه؟ اليو شيب ماجنت هنا لو ركزنا شويه هنا هلاقي ان اليو شيبد ماجنت اللي قدامي ده بدا يجيب لي ايه؟ يعمل لي كمان هو كمان ايه؟ ماجنتيك ايه؟ فيلد اراوند مين؟ الواير. طيب ده في حصل هنا ان الماجنتيك فيلد بتاع اليو شيب داخل على الماجنتيك فيلد بتاع مين؟ الواير. ففي هنا يحصل لازما ايه يحصل هنا ايه؟ ها تاثير يحصل إيه ناتج. ايه التاثير الناتج؟ هنلاحظ ان الواير هنا كلوك وايز إيه انتي كلوك وايز، يعني هنا طالع ونازل. طيب هنا بقى اليو شيب كله طالع، فنلاحظ ان الجزء ده على الشمال هنا لو قربت الماجنتيك ايه اليو شيب ده قربته على الواير هلاحظ ان الاثنين هنا ايه عكس بعض. طيب وفي اليمين هلاحظ ان ده شبه مين؟ شبه الماجنتيك فيلد فين؟ في اللي قصادك هنا بتاع الايه اليو شيب. يعني الفيلد التو فيلد على اليمين في نفس الدايركشن وعلى الشمال اوبوزيت دايركشن. تاني على يمين السلك بيحصل انكريز للماجنتيك فلوكس، وعلى الشمال هنا في الليفت سايد بيحصل ديكريز للماجنتيك فلوكس. فيحصل ان الواير افكتد باي ا فورس من الهاي ماجنتيك ايه دينستي الى اللو ماجنتيك فلوكس ايه دينستي. تاني نقولها بالراحه، انا عندي الواير اهو الكرنت ماشي ازاي؟ ها لو الكرنت ماشي ابورد مثلا يبقى الماجنتيك فيلد اللي حواليه بالايه برايت هاند رول، ها هنا داخل وهنا طالع على شماله ايه طالع. طيب الماجنتيك فلوكس الاصلي بقى اللي هو بتاع مين؟ اللي هو بتاع اليو شيب اللي هو ده، ايه اللي هيحصل؟ قال لي بلاحظ ان هنا
ان الماجنتيك فيلد الناتج من مين؟ ريزلتد من اليو شيب اللي هو ده، واللي ريزلتد من الواير من الكرنت اللي هو اللي فوق. بنلاحظ ان على اليمين هنا انكريز للدنسيتي، وهنا على الشمال ديكريز للدنسيتي. يبقى اذا الواير هنا افكتد باي فورس ايه للايه للليفت ايه دايركشن. وطبعا هنا العكس، لو زي بقى الشكل اللي هنا بتاع المساله او الاكسبيرمنت اللي عندنا هو داون وورد، عندنا ده اللي هو بتاع مين الايه البار ماج او اللي هو اليو شيب، وهنا ده بتاع مين بتاع الستريت واير. طيب هنا بنبقى على الشمال هنا ايه increase الدنسيتي، وهنا على اليمين increase ايه decrease. يبقى الفورس هتبقى تروح من الهاي الى اللو. يبقى لما يجي بيسالني give reason the wire affected by a force to the right direction، هنا هقول له ليه؟ because ها in the ايه in the left side in the left ايه side there is a region of increase in magnetic flux density from the wire and from the U-shaped magnet. And in the right side, there is decrease of density of magnetic flux resulted من the U-shaped magnet and the wire. So the force move from left side to the right side. طيب، عاوز ندكت الـ root. هنلاحظ ان يعني كل ما اللينس ده يزيد كل ما اللينس ان في الليفت دايركشن، من هنا هاي وهنا ايه لو، يبقى اروح في الليفت دايركشن. طيب قال لي طيب افرض الواير ماله، قال لي انكلايند بانجل كام؟ ثيتا على مين؟ على المجنت. قلت عاوز ايه؟ هنا انا عندي احتمالين الواير، اي واير يا اما بيبقى ايه بيربنديكولر يا اما بيبقى بارلل. في حاله البارلل مفيش ايه لاينز بتقطعه، يبقى في الحاله دي اللي ايه ها الفلوكس بتاعته بتبقى ايه زيرو، او الفورس ريزلتد بتبقى ايه زيرو. طيب في الماكس هنا ماكسيمم فاليو، يبقى الفورس هنا افكتد ده اكبر فورس. طيب طيب لو هنا بقى الفورس انكلايند، قال لي لو الفورس انكلايند زي كده زي الشكل ده كده عامل انجل ثيتا، قلت له ده ممكن الفورس دي نجيب لها كومبوننت في الكومبوننت فين في الواي. طيب الكومبوننت في الاكس بكام؟ بزيرو. دي يعني يبقى انا مش ايه مش عاوزها. طيب وعندي كومبوننت في الايه في الواي، دي اللي انا بشتغل ايه عليه. تمام كده، يبقى انا هنا هجيب الرول، يبقى اقول له هنا ايه ها اف بي البي اي ال ساين ايه ثيتا. وليه جبنا الساين ثيتا؟ زي ما قلنا هنا لان الكوزاين ايه بزيرو، اما الساين هي اللي بايه بكام بماكسيمم فاليو. تمام كده. طيب ساعات يقول لي ايه الواير ده، قلت له انت عارف امتى؟ لو انت قلت لي الماجنتيك فيلد بالشكل ده، هنا هو كده داخل الصفحه، فلو حطيت الواير هنا زي ما حطيته هنا في الحالتين ان ده بياخد داخل جوه الواير، وهنا بردك الايه في لاينز مخترقاه، يعني قصدك ان الماجنتيك ايه او الفورس اللي افكتنج على ده هو ده، لان الفورس جاي له من فوق لكن هنا جاي له من الجنب. فلو جاي بزاويه يبقى هنا لازم ناخد بالي من الزاويه، لكن هنا لو لو داون وورد او اب وورد لو داخل الصفحه او خارج الصفحه يبقى ده ماله، دي الفورس هنا هي الفورس ايه. تمام كده يا شباب، خدت بالكم من النقطة دي؟ النقطة دي ستار. زي ما تعودنا المرة اللي فاتت لما عندنا رول أقدر أستنتج مين الديدكشن منه أو أعمل الديفينيشن. أنا عاوز أجيب مين الدنستي. الدنستي إحنا قلنا قبل كده هي إيه؟ النمبر أوف تيرنز إيه ذات إيه؟ إمرج فين؟ في الـ إيه؟ بربنديكولارلي على مين؟ على السيرفيس أريا.
تمام. طيب هنا ممكن اجيبها منين؟ من الرول هنا البي ايكوال مين؟ فورس على الاي ال ساين ثيتا. طيب يبقى البي هنا الماجنتيك فلوكس هي مين؟ هي الفورس لما الكرنت ب 1 امبير واللينس بايه؟ 1 متر تمام؟ والساين ثيتا هنا ايه؟ بربنديكولار. عشان البربنديكولار هنا معناه ايه؟ ان ده كله بكام؟ ب 1 تمام كده؟ وبالتالي الماجنتيك فلوكس دينستي ات بوينت هو عباره عن ايه بقى؟ It is the magnetic force acting on a wire of length 1A meter carrying an electric current of intensity 1 ampere to the magnetic flux at A perpendicular. طبعا عشان يبقى هنا ايه جبت ده. طيب لو عايز اجيب التسلا نفس الكلام، التسلا ايكوال مين؟ ان ايه نيوتن على امبير في متر. تمام كده؟ يبقى هنا التسلا ايكوال النمبر ايه الايه النيوتن على امبير متر. يبقى التسلا هي مين؟ ارجعه لاصله، التسلا هي الماجنتيك دينستي. الماجنتيك ايه؟ دينستي اللي which generate مين؟ ماجنتيك فورس اوف كام؟ 1 نيوتن. 1 ايه؟ نيوتن. لما الكرنت ايه؟ يبقى بكام؟ 1 امبير وافكتنج على واير ايه؟ طوله كام؟ ها؟ 1 متر. وعشان الساين ثيتا اقول له ايه؟ لازم يبقى بربنديكولارلي على الفلوكس لاين. يبقى هو اتز ماجنتيك فلوكس دينستي لما بيجنريت فورس ب 1 نيوتن في واير الطول بتاعه كام؟ 1 متر، والكمان الانتنسي بتاعته بكام؟ 1 امبير، ولازم يبقى بيربنديكولار عشان يبقى هنا الايه؟ الماكسيمم ايه؟ فايل. طيب عشان احدد الدايركشن يبقى انا تاني قلت الفورس هنا هي افكتد باي مين؟ ها؟ الماجنتيك فلوكس دينستي والكرنت واللينس اوف واير. تمام كده؟ طيب يبقى انا حددت هي مين؟ اثنين. عدى احدد بجيب الدايركشن بتاعها ازاي؟ طبعا هستخدم حاجه اسمها الفليمنج رايت ايه هاند رول. فليمنج رايت ايه هاند رول. اول حاجه بخلي الشيب بتاع ايه ايديا زي الشكل اللي قدامي هنا اللي هو ميك ذا ثم اند بوينتر اند ذا ريست اوف ايه فينجرز اول اوف ذم بيربنديكولار تو اتش ايه اذر. تمام. بعمل ايه ذا مين البوينتر بيرفلكت بايه؟ بيشاور على مين؟ على الماجنتيك فلوكس، وده بيشاور على الفورس، وهنا بيشاور على الاي، وبنختصرها الرول ده بنقوله ايه؟ اف بي اي. اف بي اي الفورس والبي دينستي والاي كارنت. طيب اول حاجه عشان ما تتلخبطش بنعمل ايديا بالشكل ده ونشاور بصبع هنا بالبوينتر هنا على مين؟ على الماجنتيك. طب الماجنتيك فورس هنا فين؟ ها؟ انسايد. تمام كده؟ طيب ادي الواير اهو والكرنت ماشي كده. الكرنت ماشي لايه؟ لفوق. طيب يبقى اذا هلف ايديا دي، هلف ايه؟ ايديا دي بحيث ان الجزء ده يشاور ايه؟ لفوق. نبص كده. لفيت ايديا اهوت. ها؟ يبقى البوينتر طبعا هنا مشاور على مين؟ على البي، وده مشاور على مين؟ على الكرنت، وده مشاور على مين؟ على الفورس. تمام كده؟ يبقى هنا ايه؟ لما الماجنتيك فولد ايه انسايد الايه البيبر والكرنت من داون لاب، يبقى اذا الفورس هنا ايه في الليفت ايه سايد، ودي بنسميها الفليمنج رايت هاند ايه رول اللي بنستخدمها للايه للجزئيه دي. The direction of magnetic force that affecting a straight wire carrying current placed in a magnetic field depend on A. الدايركشن اوف الماجنتيك، الدايركشن بيعتمد على ايه؟ قال لي الالكتريك كارنت ولا الماجنتيك فيلد ولا اي ام بي؟ طبعا هو معتمد على الاثنين. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده. ذا دايركشن اوف الماجنتيك فورس ذات افكتنج الستريت ايه؟ واير. ماله؟ افكتنج الستريت واير كارينج كارنت بليزد ايه بربنديكولار تو ذا فيلد. از ان ذا سيم دايركشن اوف كارنت ولا perpendicular to the magnetic field وبارلل للكرنت، ولا perpendicular على الفيلد وبارلل وperpendicular على الكرنت؟ ها الاجابه ايه؟ طبعا هنا هنقول له هي بارلل على الاثنين، لان انا عامل الايه ماي هاند هي ايه الثري فينجرز او الثري دايركشن perpendicular to اتش ايه اذر. هنا السؤال اللي قدامنا بردك ده هنا بيقول لي شو ذا كوريكت انسر؟ When the angle between the straight wire that carry the current and the field is 30 degree, so the moving force equal maximum value ولا half its maximum value ولا zero. طبعا هنا انا بشتغل على مين؟
على الساين ايه؟ البي بتساوي ايه؟ الفورس قصدي، فورس بتساوي بي اي ال ساين ثيتا، يبقى هشتغل هنا ساين ايه؟ 30، وساين 30 بكام؟ بهاف، يبقى هنا الفورس بتساوي البي اي ال اللي هو الماكسيمم، ده الايه؟ الماكسيمم فاليو مضروبه في مين؟ فهاف، يبقى هنا هاف الايه؟ الماكسيمم ايه؟ فاليو. The magnetic force affecting a straight wire carrying current plays in a magnetic field vanishes. امتى يخلص؟ هنا رحنا لمين؟ لشبه بالظبط الناتشورال ايه؟ بوينت. تمام كده؟ امتى يحصل ان الماجنتيك فورس افكتنج الستريت واير ومحطوط في ماجنتيك فيلد ما يبقاش ايه ليه قيمه بزيرو؟ طبعا هنا لما يبقى باراليل للماجنتيك فيلد، لما يبقى باراليل ايه؟ للماجنتيك ايه؟ فيلد. Two wires A and B parallel to each other have the same length. Have the same length. A current of 30 ampere pass in the first wire while 5 ampere in the second. So the ratio between the force affecting the first to that affecting the second is. هنا بقى لازم هنا نفتكر مع بعض الرول بتاع الفورس. الفورس بتاعت مين؟ BIL. تمام كده؟ طيب الفورس هنا مين؟ انا عندي تو وايرز، عندي ايه؟ تو وايرز، ده اي 1 وده اي ايه 2. انا عاوز اجيب تاثير الاي 1 لو دخلته في الفيلد بتاع الاي 2، يعني الاي 2 ده هاخد منه ايه؟ الماجنتيك فيلد بس. يبقى هنا الفورس اللي هت ايه الاي 1 ده هيتاثر ازاي؟ والله هيبعد، هيقرب، مش عارف. قلت له هنا هبدا اعمل ايه بقى؟ قال لي والله هبدا اقول له هنا affected by mean a force B2 I1 في الايه؟ في اللينس الايه؟ الكومن لينس. البي 2 اللي هو مين؟ I ميو ايه؟ على ال 2 باي دي. الاي مين؟ الاي 2 في الميو على ايه؟ الديستانس ما بين الاثنين. مضروبه في مين؟ في الاي 1 في ال. تمام كده؟ يعني ده البي بتاع ال 2. لاحظنا كده. طب لو قصرنا العكس هنلاقي نفس الكلام، الاف بتساوي ايه؟ اي 1 ميو على ال 2 باي دي تايمز مين؟ اي 2 ال. الله، طب ما ده هو ده، يعني الفورس لو قلت من 1 ل 2 هي هيها من 2 لايه؟ ل 1، وبالتالي الفورس الايه؟ الريشيو ما بينهم هتبقى ايه؟ 1 to 1. Electric current flows through two parallel wires with a distance between them if the mutual force between them is F. So when the distance is decreased to its half and the current increase in each A. ده هنعمل ايه؟ مساحة بس كده بعد ظهر. دي اخر مسألة النهاردة بإذن الله. هنا بيقول لي ايه؟ electric current flows through two parallel wire with a distance between them if the mutual force between them is F. So when the distance is decreased to its half and the current increased to NHA to double. So the force will هشتغل على نفس الرول. الفورس هنا بتساوي ايه؟ force mu I1 I2 L على 2 باي دي. مين اللي اتغير؟ الميو زي ما هي. الاي 1 والاي 2 وين ديستانس ديكريز تو ايه؟ هاب، يبقى الايه؟ الديستانس هنا بقت هاب. قلت له جميل. وكمان اند الكرنت انكريز ان اتش 2 دبل، يعني الاي 1 بقت كام؟ 2 ار، وهنا بقت كمان ايه؟ 2 دبل هي كمان. ايه ده؟ اذا هنا ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ الكرنت ده دبل وده دبل يبقى 4. وده هاف، الهاف هتطلع فوق طبعا الدومينيتور اوف ايه؟ اوف دومينيتور، يطلع نومينيتور، يبقى في الاخر هتبقى بتساوي كام؟ 8F. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده النهارده رجعنا على الجزء بتاع الماجنتيك فيلد اراوند الواير و ستريت وسولينويد و كويل او سيركلر، وكمان رجعنا على الجزء بتاع الناتشورال بوينت، ورجعنا لما يبقى عندي تو وايرز
ايه اللي بيحصل ما بينهم الاثنين، سواء بقى انسايد او اوتسايد، في حاله ان هم ان اوبزيت دايركشن او ان ذا سيم دايركشن. بعد كده بدانا اتكلمنا عن الفورس وين اللي هو تاثير ماجنتيك فيلد على ماجنتيك فيلد تاني. لو عندي مثلا واير كاري كارنت يبقى في ماجنتيك فيلد حواليه، حطيته في فيلد تاني قال لي هيتاثر بايه؟ بفورس. وحددنا طبعا هنا ايه الرول عندنا، بدانا نحدد الدايركشن بتاعي تمام بتاع حركه الايه السلك بالفليمنج ليفت هاند ايه رول، بالفليمنج ايه ليفت هاند رول. وطبعا هنفتكر طبعا في كل المسائل بتاعتنا او الاسئله بتاعتنا في سواء في شابتر 2 او شابتر 3، اي دايركشن او اي حركه لواير بتبقى الرول بتاعها ليفت، تبقى الرول بتاعها ايه ليفت، فليمنج ليفت هاند رول، ليفت هاند رول، اي حاجه ليفت هاند رول. الكرنت الدايركشن بتاعه اي دايركشن لكرنت في اي جزء شابتر ايه 2 او شابتر 3 انديوزد، بنلاقي ان الرول بتاعه هتلاقي مكتوب عليه ها رايت رايت هاند فليمنج رايت وهكذا. يبقى الحركات دايما ايه بالليفت والكرنت بيبقى بالايه بالرايت. تمام كده يا شباب، ان شاء الله المره الجايه هنبدا في التورك وناخد معانا ان شاء الله الجلفانو. تمام، وهنا ده ملخص سريع هنا للماجنتيك فورس، امتى طبعا الفيلد لما يبقى في ستريت واير كارينج الكرنت، ولما يبقى ميتوال بتوين تو ستريت وايرز كارينج تو كارنت، ولما يبقى بارل واير اكتنج. طبعا هنا بنستخدم نفس الرول عندنا البي اي ال ساين ثيتا او بي اي ال في حاله الماكسيمم وزيرو في حاله الايه البارلل، والفورس ما بين تو فورس تو وايرز بيبقى الميو اي 1 اي 2 ال اوفر 2 باي اي دي. تمام، ودي طبعا الاخر واحده لو عندي تو وايرز بياثروا على سلك ثاني بنجيب البي توتال ونشوفهم مع الايه البي اي ال الكرنت اللي في السلك اللي بيتاثر مع الايه مع ال ال. وهنا ال ال دايما لازم ناخد بالنا ان هي مين الكومن ايه لينس. اي اسئله عندكم مكتوبه ان شاء الله الجزء اللي احنا هنشتغله في اول السيشن المره الجايه باذن الله يوم الاربعاء، هنبدا نشرحه تاني الاسئله اللي انتم بتسالوها على جنب لان ما كانش عندنا وقت النهارده نجاوب على الايه على الاسئله دي. ففي اول السيشن ان شاء الله المره الجايه هنجاوب على الاسئله. شكرا جزيلا لكم جميعا، واتمنى نكون استفدنا بالسيشن بتاعت النهارده.